شخص يطرد ورا العالم ورا الناس هذا بيموت على طول. هذا تنتهي حياته، تنتهي امنياته، تنتهي حياته، تدري ليش؟ سعادته، تنتهي كل شيء. انا من الاشخاص، اعوذ بالله من كلمه، انا رجل اتضايق من المجامل. المجامل والله اني تضيق نفسي. ليش؟ لاني قاعد اشوف اشخاص يحرق نفسه من اجل انه في حاجه يسمونها الايداع في بنك الاحاسيس. بمعنى انتم الحين كنتوا جالسين وقال ابو معجب والله ودنا بشاهي، وقمت انا من دول يدري ابو معجب سويت شاهي وجبت له. انا ايش سويت الحين؟ اودعت شعور ايجابي لي عند ابو معجب. قال فارس والله ودنا، وقمت انا وخذ، جاء مثلا شخص وزكيت فارس عند الرجل هذا. فهذه الاشياء كويسه لا كانت حدود. اما حياتك كلها مجامل، انت كذا قاعد تحرق نفسك من اجل الاخرين. وعلى فكره ترى هذا ما هو طيب. انت يومك تحرق نفسك، ما قاعد تحرق نفسك من اجل تقديمهم، انت تحرق نفسك من اجل تظن انك راح تصل من خلالهم، وهذا غلط. انت ذكرتني بحاجه، انا اذكر لي قصيده منها شاطر نسيت قصيده، اقول المجامل نسيتها، ما استفدنا. انا كنت رجل اجامل، لا زال فيني 50% نسبة مجاملة على حساب نفسي. ما هو تقربا، انت يمكن انت تشوفني يابا لا جاء مقدم ولا لا جاء معد، ما اروح اركض عنده، صح؟ اكون صريح، خاصه في الاداره وذا ما احتك فيهم، صح. ليش؟ ما احب طبعي، ما اجامل. مرتكز على محتواك. مرتكز على محتواي، وانا داخليا ما احب. الشغله الثانيه، كنت اجامل على حساب نفسي ولا زلت، يعني احيانا 50% طيب مني، ما هو والله علشان اللي انا طبعي كذا معطاء، انا رجل معطاء. لكن اول كنت اجامل 100% على حساب نفسي، الروحات سفريات كنت اخولي ناس على حساب نفسي وانا ماني براضي لانه طلبني ولا بيرده. اما الان لي حول 5 شهور واللي رفع 7 وطمن 7 اني ارتحت، يوم قمت اقول لا على حساب نفسي، والله اني اقول لا، ما عاد احرق نفسي. مجامل ليه؟ الاحظ حاجه. طيب لاحظ ولا قطع واردك. لا لانه انا هو سوالف قاعد افكر. صح جلتني. انا اصلا انت تكلمت قبلي انا. زين لاحظ من الاشخاص اللي بطريقه او باخرى يتقرب من انا أقول. الاجوف اللي ايه. ما عنده شيء، صح، لكن يا صرت مرتكز على حاجه. انا هذا اكبر من هالشاشات هذه ما فيه. لا صار ما وصلت بهذا اللي ما نوصل من خلال هذولا. انا اشهد، صح ولا لا؟ لا صار ما وصلت من خلال هذا اللي انا ما اصل من خلال هذول يا رجل. انا جيت للمكان هذا ودفعت ما دفعت عشان اني اظهر ما عندي، صح؟ اذا انت دافع وما عندك شيء ليش تدفع؟ اذا انت دافع وهمك بس طالع. طيب انا وش احب فيك يا مناحي؟ بالرغم كل من يجينا هنا انا يا مناحي له الاحترام والتقدير وفوق حبتين، ونعم. لكن انا معليش، يقول سعد علوش والله الناس بيتين، لكنه كان يقول اي قيمه زايده تنخصم من قيمته، صح؟ تفضل. انا وش اللي يعجبني فيك؟ قلت صراحتك، وش قلت فيك؟ والله ما ابغى عشان قدام عزوز ولا قدام الكاميرات، انت من الرجال ها اللي صريح في محبته وفي بغضه وما يجامل. طبعا انت ما تبغض بس ما تجامل، فهمت؟ على حساب يعني شيء يرفع الضغط ما تجامل، سمعت؟ ورجل صريح ما بحل معه، اعرف متى امزح معك، اعرف متى اسولف معك، واعرف ما بحلت فيك ابدا. وهذا اللي حببني فيك، انا احب الرجل الواضح الصريح اللي عنده مبادئ واضحه. في ناس يخفي مبادئ تبحل فيه. هذا وش مناح، بما انك ما شاء الله واذكر الله رجل متعلم مثقف، اطرح على انا واخوك فارس. اخوك مساكين، لا ترى اسئلته تحشرنا بزاويه. والله عادي، احشرنا يا رجال. وقفت. طيب انت تحشرنا. انت تحشرنا بس ابي اروح اجيب حاجتين. ثمانين يوم تحشرنا، وقفت على اليوم. لا بعد حي، انا اقولها من محبه، اروح بجيب مي. مي مي وين؟ مي انا اجيب لك مي. لا 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 لا، عشان ما تدعو في بنك. شوفها في المطبخ هذا. لا عادي، عشان لا بروح اجيب قلم واجيب مي. قلم وين؟ وين قلم؟ لا قلم وين؟ هاي فارس، ترى انا ما احب الشخص اللي يجامل. انت تجامل؟ لا والله ما تجامل الحين. اذا تجامل اقطعها. لا تدري اجامل في حاجات وش اللي امون عليه جدا ما جامله، وانت تدري
وصار يعني. لكن اللي ما اللي يحس انه مثلا اخاف انه ينجرح، انا ترى ادرى شعور الناس. ليش؟ ما احب اني اجرح لي شخص بكلمه صريحه. في ناس يتقبل الصراحه، في ناس لا والله جامله. انت يوم تقول اخطيت عليها انت لا، طيب فيش تدور عذره؟ مثلا هو 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 طرح علي حاجه وانا اشوفها ما هي بمناسبه غلط، فهمت؟ اقول له والله سبوا اللي براسك حلوه ما شاء الله، سلك له. شو اسوي؟ اقعد اقول له لا؟ يمكن ياخذ موقف مني واكرهني، وانا ما فاضي احد يكرهني يا رجال. فالا المشاعر لا جامل امشي الامور لين. ففي الحياه طبعا انا من نوع الحين ترى اصد شبه انعزالي. انعزالي؟ نعم شبه انعزالي برا. الله اكبر عليك. برا يتكلم حياتي برا؟ والله شبه انعزالي. ما عاد والله ما عاد والله معكم مع الانعزال. ها؟ ما عاد والله معكم مع الانعزال. ليش؟ بس. تنشب لي؟ والله لا انشب عندك انا، والله غادي شوكة. ابشر والله بعزك. ما تعرفني انا ما اصلا انت ما تعرفني زين. أنا اللي والله بنشب لك. بنشب لك. اسمع اسمع. نشبة ما عند الله خبرها. اسمع اسمع. اسمع. أنت صاحي تخلي. لو أنت صاحي تخلي من ناحية يسألنا. خليها يسألنا. يا رجال محتوى غلق. لا لا موجود المحتوى بس. نبيها يسألنا. يا رجال في محتوى بس احنا ما طلعنا شيء عشان ما نحترق برا البرنامج. خلاص نستوعب. ملاحي عندك بنروح نرجع لك. ناحية هو يقول لي أنت خبل تخلي من ناحية يسألنا مدري إيش. يا لا لا تفضل. اسال الاسئله كل مميز. جاب لك ما عشان اسئلته بتنشفك هالحين. شكرا يا حياتي. تفضل. انا لو ان ما يحب الكلام الحلو ترى. والله صراحه بديت احب اتقرب منك. انت قريب والله من اول ابو هذا. هاي يعني ما عندك ابو احمد. يا حي الرجال اللي درب. ترى يملك روح مرحه جدا الحمد لله يعني. خلاص خلاص يا رجال يا رجال من البدايه للنهايه لا تقروش ترى انسان عادي وان شاء الله اني بس انت ماخذ لنا فكره ابو كل حسيه جاتني من الاسئله تفضل تفضل وش الشعور الاول اللي تتخذه مع الشخص اللي تنفر او بديت تنفر منه اللي يخليني اتجنبه وش الحركه اللي يسويها عبد العزيز معجب عارف انه ما يحب الشخص هذا او ما يحب يتعامل معه قول له يلا يعني شخص يعني مثل والله يقول فارس ابعدت منه تبي السبب اللي خلاني ابعد منه لا لا, لا وش مش الشعور اللي شعورك الداخلي تقول ما تكلمه ولا تقول ما تمزح معه وش اللي خليني اتجنبه ايه ترى ما فهمت السؤال كذب اكثر صفه احنا على فكره انا بسالتك كلها ايه قول اكثر صفه انا اتكلم هنا بالاعلام اسمع اسمع احنا الحين اعلاميين اتكلم هنا بالاعلام يعني الصفه اللي في الشخص اللي يخليني ابعد منه انتم تبون صراحه احنا بنبي صراحه نعم نعم صراحه اكثر صفه ما تحبها في الاجواء المحيطه في الاعلام يعني بحكم احنا الحين في الاعلام ذو وجهي ذو وجهين وش علامات ذو وجهين تكشفه لك الايام تكشفه لك الايام ليه في يوم يجيك يضحك يوم يجيك ما يبغى يحاكيك يوم يقول لبيه واسعديه يوم يقول لي ولد تروح عند شخص ثاني ليش ما تعذر يمكن يكون هو متقلب المزاج يعني لا انا ما تجنبه ما احكم عليه انه بوجهين لين افحص الرجل وادري انه ذو وجهين صح لين ادري انه مثل ما تقول تقفي الوجه له كم اكتشفت شخص ذو وجهين في السعودية في الإعلام في القناة يا رجل أنت تستاهل أنا عزيز والله واجد كفو كفو والله وقفت على ذي واجد والله يمكن ثلاثة أربعة طيب وقفت على ست شيئات أنت عزوز كذا يعني تحاول تقلد عزوز لا لا أنا بقول لك أنا أنت بصراحة جلست مصارحة قبل شوي نمزح مع راعي المتجر ونادونا داخل وقالوا الرجال زعلان وقلت ابشروا بنلبسها احتراما لهم احنا كنا نمزح نطقطق ايه هذه الصراحه في اصرح من كذا اصرح من كذا ما في خلاص طيب حلو طيب انت يعني يوم لبستوهم حاولت انهم يعني جانب اعلان تسوون ولا جانب مرضات له لا جانب مرضات له واعلان جانب تصميم تبي صراحه
انت قايل تبيها سرعه صح ولا لا؟ بالنسبه لك انا بالنسبه لي اطلبوا مني اعتذار، قلت انا ما ابلبسها بعد والله عشان تصميم عبد الجليل الجفري. بالنسبه لي الاعلام خدمني اسمي كذا علي فنيله مكتوب علي عبد الجليل الجفري، اقعد عليك اقول كذا رضا الله ولا شيء. طيب انت من الناس اللي ودك تخلص النسخه ولا ودك تتمدد؟ لا تطالع وراك، انت معي معك نرحل سوا نمسك طريق المستحيل. ايوه سؤالك ايش تقول تبين نكمل؟ 90 يوم اشوف انا كافيه. يعني يكون حول ختامي بعد بكره. صحيح. ليش؟ ما طال سمج. ها؟ ما طال سمج. ولا انت مللت؟ ما مليت، انا ترى ما طلعت من كل عندي الا يمكن 30 او 40%. لكن الشيء اذا طال وانا اخوك في كل مجال. اذا طال سمج. وانت يا فارس؟ انا اقول لا طالت الطرقه تبين المآسي. كل ما زاد الوقت زادت مشاكل كثيره ما ودك انها تنكشف. هل يعني افهم بطريقه اجابتك بطريقه ثانيه انه تقول كل ما طالت المسافه تطيح الاقنعه؟ نعم. يعني انت تأيد ابو معجب تقول انه في اشخاص لهم وجهين؟ تبي يكون صريح؟ اذا انت ما انت صريح ليش جلست على هذا الكرسي؟ صح. نعم وانا ابو مبارك. ان بغيتها من الاداره تلقى بعد. انا العلم حط بالاداره بعد. طيب عشان تكسب ود الاداره وش الاشياء ممكن تسويها؟ ما ترضي الناس لو انك تحججها نكد من اول يوم الى الحين. يعني الحمد لله ان شاء الله نقول خذينا حقنا يبيننا. ما قصرنا عندهم ولا، لكن فيه تقصير نعم واضح جدا. تجاهكم ولا تجاه النسخة؟ تجاه النسخة. أنا ما أتكلم كفارس. نجاح النسخة. نعم حنا نجاح النسخة. حنا طال عمرك مثل هذا الأصابع. ينجح واحد. أنت مثل هذا الأصابع اللي ما أنتم متساويين صح؟ تقصد كذا. طيب نروح للسؤال الثاني. طيب. تبي أجيب واحد؟ في واحد لقيته أصابع متساوية أجيب لك. أنا مخوي أنا. هذا كسر المثل. ها. طيب أنت. تشوف يعني من هم أصحاب الصفات اللي قريبين من الإدارة؟ أنا ما أقول القريب من الإدارة، أنا أقول تبي أعطيك إياها بصراحة. هنا في البرامج الواقعية خذها بذراعك حتى بالإدارة، فهمت؟ مستحيل الإدارة تقرب شخص عن شخص، تأخذها بذراعك تزعجهم وتغثهم. أنا ما فهمت، هذا حق من حقوق أي متسابق إنه حتى يكسر باب عشان يأخذ حقه. بس أنا يا فارس أشو ما أسوي زي كذا. وأنت يمكن وأنت تشوف إدارة بقى ما دخلت أنا. لا دخلناها. دخلنا يوم خلينا جولتنا يوم رحنا صوب القصيم طلعونا منه. طيب أنت أبو أحمد لو سمحت عاون الأسئلة تطلع من الواقع شوي، أسئلة شخصية خارج الواقع ترى يكون أفضل ويجي لها حماس وأنا أخوك. تم. طيب عادي أسألك سؤال. تفضل. هل ترى أن هناك أقنعة انكشفت لديك في المجال الإعلامي هنا؟ شوف أنا ما أقول أقنعة انكشفت بكثر ما أقول أنه أنا تأكد إحساسي الأولي. يعني كنت تحس؟ كنت أحس وتأكدت. تأكدت. طيب حلو. ليش تبغى في الحياة؟ إيه أسئلة يا أخي تحطنا كأننا نحن برنا البرنامج، ذكرنا أن برنا البرنامج. متى الشعور الأول اللي عرف عبد العزيز المسفري أنه رجل مؤثر؟ مؤثر على السوشيال ميديا؟ إيه. هلا كما دخلت. ها؟ متى كما دخلت؟ كما طيب التبرعات جاتك تبرعات باسمك صح؟ صحيح. هذا ما كان خير برهان أنه يحسك نوعا ما أنك مؤثر؟ صحيح. الحمد لله. ليش؟ من أول تبرع حسيت إني مؤثر. وقبلها ترى جات تبرعات بسيطة وعديناها وايدة كثيرة. أبي أنا أعرف إيش جابة أبو مبارك عشان كذا بوجه لك هذا السؤال. أنت يوم إنك طلعتوا وأخذتوا جوالاتكم، وش أكثر رسالة لا زالت عالقة بذهن عبد العزيز المسفري؟ واحدة تقول أمي تصحى الصباح تدوركم وتنتظركم لين الظهر عشان تقوموا. هذه اكثر رساله يعني
لما قامت الصباح جات على القاع الواقع تقول ما تعين الشيبان وذي، لكن تنتظر لين تظهرون على الشاشه. اقول لك بشيء، انا يوم طلعت قبل يومين، معلش تفضل تفضل ليش الحوار، طلعت قبل يومين وان شاء الله الاداره ما يزعلون معي مني، لكن والله هذا ما حصل، ويمكن لو يعطوني جوالي والرساله ظهر الرساله راحت لكنها موجوده. يمكن اقول لك اكثر من 10 او 15 حساب يعني نفس المشكله، اللي يقولون عقب ما طلعت ما تابعنا القناه، وفيهم من يقول من طلعت والله حذفنا القناه صح زين، وفيه من يقول انه بدون قصور بالشباب عموم ما تابعناه كلمت. يا جماعه انا يوم اني جيت هنا والله يوم رجعت بحمل اكبر من اللي طلعت به. نفس اللي حسن، نفس الرساله اللي جاتك، نفس الرساله تقصد انت؟ اقسم بالله اكثر من 200 رساله، وهذا عزيز الشاهد وهو كذلك، من يوم طلعنا ها خاص يوم رحلتنا القصيم كثير كاتبين زي كذا. ليش؟ هذا الجمهور اللي يحبك انت يتابعه عشانك. في 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 واحده الله من خواتنا الله يجزاه خير، اول ما طلعت من هنا من عند الباب وتصفح الرسائل على من ورد منه، بس اكتفيت بالقراءة اللي اقدر ارد عليها ارد. الا تقول من طلعت من الباب تقول احذفوا هذا القناة، قناة طلعت مناحي ما ينترى عاله، انت عتدري وش الشركة؟ ايه ما ينترى عاله وهي صادقة. يعني عقب الاربع ايام عقب الابرايم عقب، انا ما قاعد الان اتكلم اني استعرض تأثير ولا افرد عضلات، بكثر ما هو انه هذا الشعور انك تصل لاحساس الناس الحقيقي شعور يحملك فوق ما لا تستطيع. تبي احزنك اكثر؟ انا جتني من الرساله ذي واجد، بس اكثر رساله حزنتني انا يا فارس، جتني رساله من شخص ما اعرفه، قال يا فارس انا الاهل كل ابوهم من شايبنا الى اصغر واحد فينا اليوم انك طلعت العصر وشفناك على طول كلنا نشجعك ونتابعك. ليش؟ قلت لهم ليش كذا؟ قالوا لك تشبه واحد من عيالنا توفى، فانت لما تشوفني اجتهد واستمر انا عشان المحبين اللي كذا، والله ما بعشاني انا يا فارس. فارس اذكر مره انا سويت فقره اسئله وكانت على المسرح وقلت انه فارس جت رساله عظيمه من شخص عظيم وانت ما حبيت تكشف، وهذا حق مشروع، حاب اليوم تكشف؟ طيب ما حاب تكشف الامر هذا، في امر ثاني انا اعرف انه في رساله ثانيه جت الفارس بروحت له القصيم وانا يا مناحي على اطلاع فيها وعلى اطلاع من مصداقيه فارس، وفارس هي الرساله اللي كانت تقريبا الرساله اللي كانت يعني الاكثر تأثير في قلب فارس، سالفة الولد تذكره؟ حاب تفصح ولا ما انت حاب؟ انا ليش اعلمك اسراري؟ ها؟ مشكلتك انك علمتها ابو مبارك، احنا لحد الان ما وضح للناس شيء، حاب تفصح ولا ما انت حاب؟ افصح عنها انت، انا ما اتحمل. شوف انا خاف اني افصح عنه وتهل دموعك وانت لدينت هاشميه، انا موعد موعد الجمهور قلت لا لا انت افصح انت، انا ما اذا انا ما قلتها عادي. يا جماعه الخير اخونا فارس الله يجزاه خير، نحسبه والله حسيبه، بس توعدني انك ما تبكي ابدا. اخونا فارس الله يجزاه خير بعد روايته للسيره وارساله رسائل توعويه وفيها موعظه وفيها تذكير وفيها نصائح وصل الى قلوب الناس، وصل الى كثير من قلوب الناس، حتى انه يوم طلع القصيم جت رساله، وانا اعرف مدى مصداقيه فارس، جت رساله من شخص وقال يا فارس من كثر ما فارس اثر بهذا الشخص انه ممكن حببه انه يطلع مثلا بالسيره وقصص الانبياء وقصص والموعظ، وانه يعني اخذ فارس يعني انه حط فارس يعني نقول يعني
حط فارس نوعا ما يعني قدوه او نوعا ما نقول يمكن انا ادري مبارك وما احب هذا الكلمه لكن بكثر ما هو ولا نزكي على الله احد لكن بكثر انه ما شاف انه يقدم محتوى يستحق التقديم قدم محتوى الا وهي سيره النبي صلى الله عليه وسلم ففي شخص قال يا فارس انا ما ودي انك تطلع هالحين ودي انك تستمر للنهائي بسبب انه انا قاعد اجمع من مكافاتي حقت الجامعه عشان ابي اتبرع لك بدرع لعله عسى ان يكون لك حجابا عن النار. عارفين ما شاء الله كميه هذه المحبه. انا المقصد ما هو تبيين ما يخفي فارس عن المشاهدين لكن بعد ما سمح لي انا اوجه رساله الان اقوله لكل من يشاهدنا وله نيه انه يقدم في البرامج الواقعيه باي قناه كانت انه يكون صاحب محتوى يعني ويكون شخص نموذج يحتذى به مثل سيره النبي صلى الله عليه وسلم سيره تستحق ان الواحد يرويها ولعل وعسى ان تكون له حجابا عن النار لان هذه وانا ممكن يعني اعرف مدى تحفظ فارس لكن الرساله اللي قلتها كويس انه صرح لي وكان ودي لو انه تصرح الرساله الاولى لكن الرساله الاولى انا لكم مني راح تكون رساله خفيه بيني وبين فارس الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى يعني فارس بنفسه انه يفصح عنها هو ايش ما تفصح عنها في اشياء يا رجال جبنا اكبر منها يا رجال هدفها لا يا رجال لا 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 رساله كبيره عموما احنا عشان ما نطلع من جو الاسئله نرجع خليت فيها اسئله انت ابو مبارك متى اكتفيت بتجربتك برامج الواقع اكتفيت يا طويل العمر يعني حسيت اني قدمت شيء ولو استبعدت منه لو استبعدت من هذا البرنامج بعد اخر درع جاني توجت يمكن ولا قصور فيكم يمكن انا اكثر واحد جاني تبرعات انا عندي سؤال يوم 11 تذكره بعد يوم 11 وش سبب لك يوم 11 فيما بعد يعني وش الاشياء اللي شفت انه بسبب يوم 11 سبب لك هذا اليوم شيء ايجابي وشيء سلبي شيء ايجابي اجتمعنا بغض النظر عن الاسلوب اللي اتخذناه الشيء السلبي الانفعال يعني جايك بدوي بقراطيسه حاطني في قناه اعلاميه ما افقه شيء في الاعلام ولا ادري الاداره وش قاعده تسوي ولا ندري اي شيء عن العالم الخارجي وكانوا محكمين السيطره علينا بحيث ما نتواصل مع احد من الخارج تخبرون اي في البدايه شده ولا ندري عن اهالينا ولا ندري عن اللي يتابعونا ولا ندري عن فرق دعمنا انا كنت داخل ما عندي فريق دعم فهمت انت دخلت القناه نعم انا اقول لك ما اعرف والرجال هذا كذلك ما كنا نعرف شيء بدو جايك قسم بالله ما كنت تابعت على تويتر حملتك على تويتر حملتك قبل ادخل بيوم واحد انا فتوه اي ما كنت اعرف عادي خذ راحتك عزوز ما كنت اعرف شيء مناحي فلما نجي مره مرتين ولا تاخذ اجابه لا بصادم ابصادم وبكسر الدنيا اللي قدامي تجيبني من البر وما تفهمني لا بصادم نعم ايوه وصار اللي صار يعني سمع مني كلام سلطان ليته ما سمع مني صراحة سلطان ترى هو الوحيد اللي سمع كلام ترى ما حد سمعه ندمت على يوم 11 ندمت وما ندمت لأنه جاب نتيجة وش النتيجة اللي جاب يوم 11 اللي بعد صلاة الفجر يوم انتهى البث يوم اطلعنا على العالم الخارجي طيب وش الشيء اللي حصل سلطان اللي حصل سلطان مني ايه ولا تبي نتجاوز الكلام هذا ابى اقول لك اياه تحت البث طيب وكيف حاولت تعالج الموضوع فيما بعد اللي عالجوها انس وسلطان معي انا
يا فارس هم اللي عالجوها انا عالجوني بعدها احتاج علاج بس يلا اي بعدها طال عمرك قلت الانفعال كحنا في اعلام قعدت افكر مع نفسي اختليت في نفسي قلت الاعلام انا ما اعرف فيه شيء لكن انا ما راح اصير لعبه بين اداره بين شاشه وش اسوي اللي يقول طرى علي البيت يقول اخاف اجي مزهاف ارمي ولا اصيب والرمي هاللي ما تصيب تغبني فقلت اتركد ورمي الركاده زين غير رمي التماتيك نعم غير رمي التماتيك ففهمت الاعلام يعني متري متى فهمته من 30 فهمت الاعلام فهمت ضغط النقد انه ولا شيء فهمت ضغط الاداره كيف ومن اين تؤكل الكتف اقول لك شيء انا دخلت انا ما متابع البرامج الواقعيه ابدا يجيني واحد من عيال عمي واحد من عيال خالي قال لي ولد ترى هذول النقد يحاولون يستفزونك وحاولوا يحاولون انت لا تزعل قلت لا انا واحد اسمه لازم اخذ حاسب الدعوه ايه ويوم جيت الا اتصدق اول يوم دخلت الكوفي شروب متى يمكن يوم 32 يعني تخيل 32 يوم ما دخلت الكوفي شروب ويوم دخلت السعد والله الحين كلهم مع كامل احتراماتي لهم والله نحبهم الحين والله العظيم انا بالنسبه لي والله علام تقدير خاص ايه وغلا اي والله صالح مكسر نايف الاكلوبي الملا سالم حزام الله يذكره بالخير ابراك الشلوي تركي محمد من كانوا يعني لو طلع فارس البرايم هذا عادي انا لي سنتين متساويها معي بس ابي اقدم شيء ايجابي شوف انا طرب بالي سؤال وابيك ما تقنعني انا عندي الاجابه ابيك تتكلم للناس بس من خلالك من خلال الفقره هذه فارس كان يعني احنا بطبيعه الحياه انه كل ما تزود الايام ان كان لك غلا فهو قاعد يزيد الغلا صح ولا لا مع طيله الايام انت مع بدايه الايام كنت تبكي بكثره يوم وصلنا لخط النهايه ما قام يبكي فارس بالذات ممكن اخر ثلاث برايمات ما كان فارس مثل برايم باسم ولا كان مثل برايم مثل نواف الروقي ولا كان برايم مثلا الشباب اللي كانوا مثلا او مازن في البدايات المفروض انت المعادلة عندك عكسية ليش وش اللي اختلف معك من خلال البرايمين الاخيرين او الثلاث لما تشوف خط النهاية سمعت وتدري لما تشوف خط النهاية كنا في بدايات لكن يوم قرب خط النهاية فيه معليش يعني فيه من اغلى منكم اللي هم من امي ابوي انا حاطهم هنا الحين في البداية معلق معكم انا ف من الاخير طلع باسم هو اللي يعني اللي يقول لك خلص الدموع كله لان صراحة تعرفون كان باسم يعني مثل ما تقول صندوق اسراري وشويري وسولف معه بكثرة وقبله مازن فمن بعد باسم خلاص وبعدين حطيت هنا قلت انا اقعد كل شوي هل دمع على رجال ان بيروح لهلا انا بروح لهالي بعد غنى ادخر دموعي حطيت طال عمرك النهاية هنا عندي هنا اشوف امي واشوف ابوي ليش حطيتهم بالنهاية امك وابوك خلاص قرب الوقت شوقي لهم ترى احيانا تشوفني اسج ترى الشوق الاهل يهون كل شيء عنده انا ودي توصل الى رسالة انا ممكنك الان تناسيته انا اللي اعرفه ان جاتك رسالة من الوالدة على طول عمره وبس عليها من هذا المنبر يا ولد ما ينسى شيء اذكر الله ما شاء الله تبارك الله نعم هل تدري متى بعد طلوع باسم جتني رسالة من الوالدة انت عارف محتواها نصية لا والله اي بس تعرف معناها اي قل لي. لا ابيها منك طالبتني بانسحاب حلو قالت اذا بتقعد زي كذا انسحب اي لان هي تدري اني انسان عاطفي وحساس وهي تتعب بعد كذلك نعم وقررت قررت انسحب غير الانسحاب قررت انك ما تبكي وقررت اني ما راح ابكي
جلست مع واحد من عيال قال كذا 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 العلم كذا كذا، وحاول يعني اعطيت اعطاني حل، فارسلت له رساله فوعدتها وعد اني معاد يعني انهليت دمعتين ثلاثه الباقي بمسك نفسي واروح داخل. انا ودي اسالك سؤال، ودي يعني مستوى صراحتك ارتفع كذلك من ناحيه الان، اسالك سؤال اخير ما كان ودك يكون. صح صدمتني فيه. شفت من شوين منك ورقه كذلك انت كنت مخبيها، شفتها للناس. وش شعورك تجاه الكشف هذا؟ واشوف انه ذكاء وفطنه من مناحي. عادي انا انسان احب حياتي تصير مكشوفه لدرجه معينه، يعني الاشياء هذه صحيح من ناحيه كشف اشياء مباحه بالنسبه لفارس، بس هو كان مباحه بس لو 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 ما انت غالي ما قلتها. انا العب على الوتر هذا. انا العب على الوتر هذا. ما سمعك تروح داخل يا ولد يا ولد، طلع بلاوي عندي. يا ولد ما في. نرجع لابو وجهين اللي تقول عليه. اذنكم شوي. لابو وجهين. وش معايير او عشان اعرف ابو وجهين انا بالقناه؟